سرية برعاية شينجتل. شينجتل أكثر مما تتخيل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم معنا ضمن حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شؤون أسرية. في هذه الحلقة نتناول موضوع الأسرة العاملة وتحديات التربية. ترى هل أصبحت الأسرة العاملة مقصرة في دورها التربوي؟ وهل بات من الأسلم والأحوط أن تتخلى الأم أو حتى الأب عن مزاولة أي عمل كي يضمن الحضانة الحقيقية والتربية اللازمة للأبناء؟ الأسرة العاملة في مواجهة وتحديات التربية، هذا إذن هو موضوعنا لهذا المساء. معي لنقاش الموضوع الأستاذ الفاضل سيدي والسيد أحمد البكاي، مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة المكلف بالاتصال. مرحبا بك معنا سيدي، شكرا لك على تلبيتك للدعوة وحضورك معنا. معي كذلك الأستاذ الفاضل محمد مبارك، كل الطالب التلاميذ، وهو باحث في مجال التربية والتعليم. شكرا. أهلا بك أستاذ محمد مبارك، شكرا لك على تلبية الدعوة. بإمكان مشاهدينا أن يتواصلوا معنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، والتي أطلب من صاحبة السكريبت إظهار الرابط ليتفاعلوا معنا حول موضوع الحلقة الحالي وحول البرنامج في مجمله. في البداية يا أستاذ سيدي، عندك موضوع العام والرئيس، وهو الأسرة العاملة في مواجهة التربية، تحديات التربية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أشكر التلفزيون الموريتاني على إتاحة هذه الفرصة، واسمح لي أيضا باستغلال هذا المنبر الإعلامي المتميز لتحية كل الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بمناسبة أيضا الأسبوع الموريتاني لحرية الصحافة. أنا مسميه أسبوع لأن هاي فعلا الفعاليات التي تمت هذه السنة غير مسبوقة على مدى أسبوع كامل. فيما يتعلق بالموضوع، فهو موضوع على قدر كبير من الأهمية، وموضوع مطروح بإلحاح للنقاش، ويجب على النخبة وعلى الإعلاميين أن يتناولوه بنقاش واسع. وأعتقد بأن الأسرة العاملة أمامها مجموعة كبيرة من التحديات، أمام تحديات اقتصادية، أمام تحديات حتى تنظيمية، أمام تحديات جسام. ومن أجسم ومن أخطر ومن أكثر هذه التحديات تحديد هو هذا التحدي الذي اخترتم نقاشه، وهو تحديات التربية. نحن نعلم بأن من أكبر المهام ومن أخطرها عند الأسرة سواء كانت عاملة أو غير عاملة هي تربية الأبناء، تربية النشأ أو التنشئة الاجتماعية لهذه الأبناء، بما فيها طبعا موضوع التربية. أعتقد بأن هذا الموضوع ملح لأسرة غير عاملة متفرغة فقط للتربية، سيكون موضوع خطير. أحرى أسرة عاملة. ولكن أيضا في الاتجاه الآخر لا ننسى بأن العمل مشروع بل وحاجة ملحة بل ومطلب ضروري، فضلا عن توفير احتياجات الأسرة، هو يترجم حاجة الإنسان في وجوده، هو يترجم كينونة الإنسان سواء كان الزوج أو سواء كان الزوجة. معنى العمل هو عنصر أو عامل لا غنى عنه، سواء كان الأب أو سواء كان الأم، أو سواء كان عندما نتكلم عن الأسرة نتكلم عن الأبناء اللي يتحملوا المسؤولية داخل الأسرة. إذن العمل مطلب ضروري، والتربية مطلب ضروري، والتوفيق ما بيناتهم إشكالية أعتقد لنا هي اللي نناقشه، ونتمنى إن شاء الله أن نوصل فيها المقاربات. فعلا نحن لن نفتي بحلول جاهزة، فقط إن سنناقشه فقط. نتمنى إن شاء الله على أن فيما يتعلق بحنا بوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، هذا الموضوع يشكل هاجسا بالنسبة لنا، ويشكل أساس الكثير من استراتيجياتنا والكثير من سياساتنا والكثير حتى من عملنا اليومي على أكثر من نطاق، سواء تعلق الأمر بالعمل اليومي للإدارات المركزية، أو تعلق الأمر بالمؤسسات اللي تشتغل مع الوزارة كيف مركز تكوين الطفولة الصغرى، أو حتى مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال. معناتها لأن الموضوع ما نغافلينه ونشتغل فيه لأكثر من وجه، ندور إن شاء الله ونطرقوا له. وشكرا جزيلا لك على هذه التوطية. يا أستاذ محمد مبارك، أنت باحث في مجال التربية والتعليم، إلى أي حد الطرح اللي كان يقول سيدي إن العمل فعلا مطلب ضروري، وأنه التربية يبدو يجب أنها تعود هي الأهم، به اللي الأب يعمل والأم تعمل ياكاش ياك يوفروا نمط معيشي أسعد وأفضل لأبنائهم، يعني يعودوا هما كيما نقولوا نحن البيضان لا ياش
يخلوا الزرقاء ويقبضوا كي زاد يخلي الزرقاء ويروق الزرقاء، هكا يعود العكس. هما ماشيين ياك يوفروا معاش ويوفروا مصاريف ويوفروا نمط معيشي معين، يقال للاسف الابناء لا يفسدوا، لا يعود ما تفهم تربيه لهم، لا يعود فما اهمال لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، اشكرك واشكر الاستاذ سيدي. شكرا لك. اولا لا نبدا بنقول ان الاسره هي الوحده الاساسيه للمجتمع، وعاده تتكون من الابوين، الاب والام، ثم الاجداد، ثم الاحفاد. والاسره بحد ذاتها لازم ان تعمل، لا بد من العمل من اجل كسب قوته هي بعد كاع الحفاظ عليه وقوت عياله هي والافراد اللي تنظم هذه الاسره. لذلك لا بد من عملهما الاثنين، عمل الاب وعمل الام. لكن هذا العمل اللي الله يوحد به الاب والعمل الذي توحد به الام كذلك يجب ان يكون متماشيا مع حياتي ومسار الاطفال الذين هم بالاسرتي. واضح؟ معناها على الاب ان يعمل كذلك وعلى الام ايضا ان تعمل كذلك، لكن بمصلحتي هؤلاء الابناء وان لا يعمل اولئك الاولاد. الابن عاده ما زاد مولي يعني يحس بعد ان فم اهمال من طرف احد الابوين، لكن انعكس لي هو سلبيا. معناها لابد من على الاقل حاتم هما الاثنين عندهم عمل، الله يشتغل هما الاثنين على الاقل يلا قدام تنسيق لفت انتباه للابن، مراعاته هو اجتماعيا واقتصاديا وما الى غير ذلك. انا اوصي هنا على الاقل الاسره اوصيها انها في حالة انها همها العمل وهمها انها تؤدي واجبها الاقتصاد من اجل تربيه الابناء، ما يلا زاد مالك كذلك يتنسى عن دور الابناء في تعليمهم ومتابعتهم اجتماعيا ومتابعتهم صحيا وما الى ذلك. زين، فما مفارقه والله فما طرح دائما هو اللي يعود سائد، انه دائما الاسره العامله كيفين يعودوا الابوين يشتغلوا، البو يشتغل والام تشتغل، يبقاو ترك المن. هذا سؤال يطرح نفسه، شي ماشيهم شورة المدارس وشي شورة دور الحضانات وشي للشارع، وحتى ولو قاسوا الحضانات والمدارس ما فهم رقابة لأن كلا الأبوين مشغول، البشر شغلته، المرأة ولو ما تشتغل عندها ونقالة، عندها مناسبة، عندها مرصة، عندها كذا، عندها كذا، ويبقى الحجر الزاوية في النقطة اللي هو تربية سليمة تبقى مفقودة في أغلب البيوت. وبالنزول للواقع في ذا الإطار يا سيدي، شنو استراتيجياتكم أنتم لامتصاص مثل النوع من الحالات وهو واقع حقيقي؟ جيد. شفتي، هو الاشكال ما هو مطروح بالنسبه لنا احنا وحدنا، مطروح في العالم كامل، اللي مختلف انواع فعلا ثقافات تختلف. طبعا ثقافات، ثم راشد في المشرق يرضى انه تركتو عادي لمشات مهم تشتقل، يقد هو يخش نقر كوزين ويعدل لك اللي مطلوب ويقلع يشيل حفاضته ويربيه ويعدل له ذاك. يا الله هون نعوذ بالله، فلان مخليه فلان للترك، اللهم استرنا بالترك الجميل، هي سايبه وهو مساكين عاد النيل. ما واقعنا انا اصلا نبقي ذا النوع من العقليات نختار وندخله المجتمع اللي يعود للضروره. لا يهتم لا رجل موريتاني، احنا نهتم لا موريتانيين. يقدر تبقى النظره تختلف. النظره لا هي تختلف، لا تقاطعيني رجاء، يعني كنت نكمل الفكر. تفضل. الله يخليك، انا فهمتني. شوفي، انت سولتيني نحن كقطاع شنو هي الاستراتيجيات والسياسات اللي عندنا اللي كندو نعملوا بها على تخفيض هاي الهوه اللي واقعه في هاي الاشكاليه، هي التوفيق ما بين المسؤوليات في الاسره وما بين اكراهات العمل ولا ضروره العمل اللي موجود. نحن انطلاقا من واقعنا ومن مهمتنا، نحن نشجع عمل المراه وبالاحرى قاع عمل الرجل وعمل الاسره كامله، نشجع عمله، نختار العذر انسان موريتاني انسان منتج، ونشوف ان العمل هو فضلا كيف ما قلت في المقدمه، فضلا عن المزايا اللي يتيح والله المنافع الاقتصاديه اللي يتيح، هو يجسد كينونه الشخص. مثلا المراه العامله عندنا كينونتها وحياتها تجسد من خلال عملها ومن خلال ايضا مسؤولياتها في البيت. انا اعتقد اعلن الاسره حينما يخلق عندها وعي متحضر ووعي بالمسؤوليات اللي عندها، الين تقبل قيم التشاور وقيم التنظيم وقيم التدبير المنزلي الصرف، بدها تتوصل هي لبرنامج يومي تحافظ به على الاولويات اللي عندها بما فيهم تربيه الابناء وبما فيهم اللي عمل الاسره أبوين. عمل الابوين. ايوه، هذا التشاور وتنسيق الادوار يخلق بالتفاهم، يخلق بالتفاهم ويخلق بالوعي.
وعلى هذا الاساس الدوله الموريتانيه ممثله في وزاره الشؤون الاجتماعيه والطفوله والاسره مع انها ما هي مسؤوليتها وحدها معها الوزارات الاخرى، مثلا معها وزاره الدوله للتعليم العالي ومعها وزاره المتدبر للتعليم الاساسي ومعها ياسم القطاعات الاخرى، حتى معها وزاره الاتصال اللي معنيه بنشر الوعي في اهم جوانبه. تشتغل اعلى المقام الاول هو نشر الوعي وبثه، واحنا نشتغل عليه من خلال جهد تواصل مستمر عند القطاع على اكثر من مستوى، من خلال يستخدموا فيه كل ادوات وكل قنوات الاتصال المتاحه من عند الحملات التحسيسيه اللي تستهدف الموضوع، ومرورا باستغلال وسائل الاعلام المتاحه والبرامج والمنابر الاعلاميه المتميزه اللي نعتقد ان برنامجكم هذا احد اهمها، ومن خلال ايضا اشكال الاتصال الاخرى، ومن خلال برامج التثقيف الاسري اللي عندنا مثلا في اداره الاسره واللي نستهدف به ناس كامله قبل المقام الاول رواد القطاع، مثلا من الاسر اللي عندها نزاعات او الاسر اللي عندها مشاكل اللي تتردد على القطاع ويعتبروا وجهه لها. فم مقام اخر نشتغلوا فيه واللي هو مقام تحرير جزء من وقت المراه، وهذا تحرير جزء من وقت المراه يتمثل فاش؟ يتمثل في العمل على وجود روضات اطفال نموذجيه تعتمد في المنهج التربوي اللي تقرأ على القيم الثقافيه والدينيه والاسلاميه، واللي تشكل في احد جزئياتها بديل للاسره، بديل مؤقت، بديل مؤقت للاسره. مثلا الاوقات الساعات اللي هي تعمل فيهم المراه تعود مثلا الطفل يعود في ايدي امينه وعند مؤسسه امينه، وفي ذاك الاساس عندنا عامل ثاني مدعم لهذا الاتجاه اللي هو نحن بالمقابل نصهره على تكوين مربيات. هاو المربيات يكونوا سنتين ويكونوا لا على طرق التعامل مع الاطفال. فهم عامل ثالث وهو كان نحن كرياض قاع كانوا موجودين والمربيات كانوا خارجين، قال ما كان في منهاج تربوي خاص برياض الاطفال واضح المعالم، لان كان كله يفتح جردين ويجيب هو برنامج ويصور برنامج من راسه، والله يجيب برنامج عن دوله اجنبيه وتعود هاي كارثه. يعني بعد مثلا يجيب لك برنامج مستوحى من ثقافه الغير ولا هي يطبقوا لك في بلده. عدلنا برنامج وطني وخلق عليه درجه من التحسيس ودرجه من التدريب للمربيات. نرجع نقول على العامل الاساسي في الموضوع هو نشر الوعي والتفاهم ما بين الاسره، على تبادل الادوار، والله التكامل في الادوار، على مثلا الراجل كيف ما قلت انت ان الراجل بعض الجهات الوطن العربي مثلا والله بعد جهات العالم قد يستساق الفكره والله يساهم قد يساعد المراه في اسم الدواء وقد عد راجل نحن معني مولي ما نبقى نعمم قد عد لا فم رجال يساعد المراه في الاسره فم رجال يساعد المراه في الاسره وعادي قد يخلق فيه الكلام قد لا يتغير. لكن كيف ما كنا نقولوا خارج البرنامج على تغيير العقليات والمسلكيات انها ما هي مساله تخلق بين عشيه وضحاها، ولانه جهد مستمر ونتائج قد ما تنشاف زين في المدى القريب. صحيح. اذا شكرا لك يا سيدي الاستاذ فاضل محمد مبارك. ثم اللي مقاربه زاد لا كيف ما كنا نقولوا ذي النظره التقليديه عندنا هنا للراجل انه ما هي في اغلب حالاته انه يؤدي دور تربوي تجاه ابنائه، خايف من رقيب المجتمع ولا خايف من عادات وتقاليد عاديه، يقير في ظل اكراهات العصر اليوم وضرورياته. نبقي تشخيص الواقعنا في بيوتنا نحن، لاي حد قاعد يحضر الاب خصوصا انك انت باحث في مجال التربيه والتعليم، لا تعود ادرى الى اي حد والله شنو هي نسبه والله مؤشر حضور الابوين ياك يسولوا عن مستويات ابنائهم. اساسا الاب، اساسا الاب يجيك كاع حد يسولك يترك شو ماسي مستوياتهم الى قاب واحد منهم ما مصحح تعلم ان قال لك كذا فلان راه ما مصحح والله عنده فحوصات، اذا خاضوا النتائج يجيك واحد يطمئن على ابنائه فم مستوياتهم شو ماسي والله عادي، اذا كامل الاساسي منه يمرقوا ترك الدار شوي لين كلها يحلف الواحد فيه. تفضل. الحال العام نقول لها الواقع مولي. لا نتكلم لا عن الواقع. الحال العام انا بطفي بحث مثل المجال. نحس على ان الابناء اكثر حالاتهم مهمولين. ويحسوا بفقد احد الابوين. ويحسوا بفقد حنانهم. هذا في حالتهم هما الاثنين مظلمين. معاهم. الاثنين مظلمين. لان انا دائما ارى في بعض الاسر الراقيه العاديه المظلمه يخلوا خدامة المنزل حكام تدير حاكم تدير حكام من قال فلان شيء طالع
وفلانة مثلا مشات طالعة وهنا دا حكامة في الدار وحاكم الشاشرة. نحس هنا على أن الأبناء يحتاجوا للحنان من طرف الأبوين. وذا النوع من الحالات اللي دائما يخرج هو اللي يجعل دائما الأبناء خاسرين. تجبر واحد يعي انتحر، تجبر واحد مش مئيس دائما، تجبروني يدخل في القسم وهذا أنا ميداني مالي، تجبروني يدخل في الفصل وهو شارد الذهن غائب يبحث عن من؟ يبحث عن أين والده؟ والله أين أمه؟ معناه ذا النوع من الحالات اللي أنا دائما تلاحظ نختار من ذا المنبر نوجه الأسر أرباب الأسر الآباء والأمهات والأمهات بصفة خاصة المحافظة على الأبناء وإعطاء الأولوية الكاملة لهم هما. لأن دائما نحو أن الطفل أكثر حالاته عند ياسم المشاكل يحتاج الوالد ويحتاج كذلك للأم، حتى على أن بغيابهم هما يأثر هذا على دراستهم هما تربويا، يأثر على دراستهم. تجبر واحد عنده اختبار له عدو يفكر مين هو والده، تجبر واحد عنده امتحان الله واحد يناقش عن أمها. وفي أكثر حالات هم والدي اللي جبروا الأبوين الواحد احنا بعد كمعلمين يلا عودوا هي طبعا احد منا يلا يجي وكيل التلميذ يسول عن ولده شنو مستوى الدراسي، والمعلم هو الاب الثاني يجبروا مش يسول عن مستوى الدراسي ويسول خدم غياب بنسبة 90% الأولياء التلاميذ ما يجي منهم رقاش. وفي حالة أن واحد جاي مطرق دقيقة خلص والله لا خلص في حالة مدرسة حرة والله لا يسوي كان حضر من أحضر وتمشي قال لا يسوي عن مستوى الدراسي والله عن لا يسوي عن سلوكه هو والله عن مسلكياته والله عن زملائه. هل احنا قطعنا ما غايب عندك زين عندي النوع من التشخيص اللي يعود يقول الواقع بصراحة. ونحن في ذي الحلقة ما اخترناكم رجلين عن اعتبار، ولو انك صارنا الحالة العادية انه راجل فم يعود امرأة يقر على اساس انه دور المرأة التربوي دور لا خلاف عليه وهو التقليدي، احنا باقيين ندخلوا نمط جديد هو حضور الرجل بأنه عنده بعد تربوي وعنده دور في التربية. ذاك السبب جبنا راشدين لهذه الحلقة ياكي يجذروا في أذهان الرجال أنه فم لهم أبعاد تربوية وفم لهم أبعاد مسؤولية ما يلا تحصال الفضاء وما يلا تخلاص المدارس غير الشيء قدموا ذو المدارس ولو لا تحضير المصاريف وتوفير لقمة العيش فما أبعاد أخرى عاطف الحنان الاحترام زرع فيه هو قاع دور الأب إلى أي حد ما اللي تشيع مثل ذي الثقافة داخل بيوتنا يا أستاذ. جيد هو قاع أنا أعتقد أنك مثلا بوجودنا يعني مثلا الشكل ما هو مهم المهم لله يسمع المشاهد كريم لله يشوف كيف لقد تعود الحلقة المفقودة والله دائما القائب هو دور الأب لابد من يمتص هذا يعني نحن هذيك المقاربة الجنسانية قبل ما عدنا نتكلم عن مقاربة النوع نتكلم عن نوع اجتماعي والمهم ذيك الرسالة الإعلامية اللي تنقال يسوي جانب يا خير فنفق طبعا لكن الدارجة بشكل موجود كيف ما قلتي هذا قد يخلق ويخلق بالعامل التواصلي المستمر والملاه ما يكل وعد الرجل ومولي فهم شمل أمه وقاعد يفرض عليه الحياة يفرض عليه كراهة الحياة وما خارق رجل يقد ينوى مثلا بلد كبير ما من يطفى نواجه تعرف نقول إن اللي حنم اللي كهان حتى اللي حنم اللي بمولي كهان مع لا 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 أب هاي لا طريت حتى اليوم لا, لا واحد لا واحد لا واحد ما يقد ينوى فيه عن نختار نعود عمليين شوي ونجيبوا مثلا بعض النقاط النماذج اللي قد الرجل منها يساعد هاي التربية في دور التربوي ساعد في الدور واختار الرجل هو اللي ينطلق معه يعرف لانه المرأة نحن هون نتكلم عن الأسرة العاملة يعرف لانه عمل المرأة انه مثلا الأسرة ما هي صايبة عنه بحيث ما هي صايبة عنه فهمش من الناس يقولوا لانه مثلا المرأة ما من قالتها تشتغل لانها يعني غير لا المرأة لا بد لها من تشتغل الى حتى انت قاعد فعلا انت هو المسؤول عن جانب الانفاق يقر هاي المرأة اياك انها تشعر بمواطنتها واياك انها تشعر باسهامها في هاي التنمية لا بد لها من تشتغل وراه العمل المنزلي شغله ودائما ما ينحسب يقر هو الشغله يقر امي العمل الاخر شغله ومطلوبه والتخلي الرجل من يالته مثلا يقدر يساهم في قضيه التربيه من خلالهاش من خلال اولا نعطي مثلا كلام يوميه مثلا الرجل عامل من الثامنه مثلا الى الرابعه ولا من الثامنه الى الثامنه في الليل ولا الى التاسعه ولا الى العاشره من الشهر الرجل مع الصباح طالع يقدر يتفق معاه تركه شو المدرسه ايوه اول خطوه اتباه الرجال رجاء يوصي عليهم القائمين عليك المدرسه يوصي عليهم الاسره التربويه لاسرتهم الثانيه ليك خطوه ما تفضلت ايوه طيب
طيب بينقرت وين يقعد في النهار؟ القايله والله ذاك يقدر لا يتصل على المدرسه، يعرف ترك شو ماسين ياك اللي كملوا. ما يقدر تقول ضروري. ايه شو ماسي قرايتهم ياك ما عندهم مشاكل. ياك مقابو ياك. رجع اثناء تنقازهم يقدر لا يقبل ساعه من وقت ساعه بوز نص ساعه. ينقزهم. يرجعهم وينقزهم. ينقعدوا مالي واحد يقعد فم بديل كيف بديل مأمون ينقزهم. زين لين يرجع ويستراح من العمل. يقدر يقبل يشوف دروسهم اللي كانوا يقرا، قد عدلهم مره يعطي معاهم لا نص ساعه، يعطي معاهم لا 20 دقيقه، وراهم المناسبه هذه دور قد تعدل المراه. طبعا. المراه المتعلمه، انا هنا نتكلم مثلا عن الراجل. يقدر يراجع لهم ويشوف النواقص اللي عندهم، ويشوف الواجبات اللي عندهم ويعاونهم فيها. زين. وراه التربيه، ما هو لا القرايه والمدرسه، راه التربيه ومراقبه اللي يخرصوا في التلفزيون. اخلاقهم. اللي عندهم، وراه التربيه ومراعاه صحبتهم. وردي أن صحبتهم هون قال لأن الطفل عنده أهلة فضاءات من يوم تعود فيه الطفل يا إما فضاء الأسرة يا إما فضاء المدرسة يا إما فضاء اللعب وفضاء اللعب هون نتكلم عليه لأننا نقول لأنه ما هو ياسر عندنا وإحنا في وزارة الشؤون الاجتماعية انطلاقا من هاي الحاجة الملحة أثناء تنفيذنا الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة عملنا على محور كبير فيه ينقلوا الفضاءات صديقة للطفل إنشاء فضاءات صديقة للطفل ولا ركزنا أنه خالقة في المواقف كرم اللي خالقة في أغلب ولايات الداخل هاي الفضاءات صديقة للطفولة تجيها تلعب فيها يقل أثناء اللعب هي تستفيد أيضا من مقومات تربوية أخرى نتكلم موارك مثلا عن فضاء الأسرة العملية التربوية كما قلنا أنه مولد التعليم واحد وفعلا التعليم عامل أساسي فيه يقر تربية على الأخلاق الكلام اللي ينقال قدامه الكلام اللي ينقال تنقول مراقبة السلوك مراقبة سلوكه مع أخوته مع أخواته نظرته لأخته إياك أنه ما يتكرس عن التمييز ضد المرأة من النشأ من يارته يعلم ويربع لنخته انها لا انها لا كيفته انه ما بينه معاها فرق قوه كبير وانها ما هي مثلا انه من يارته يحترمها وانه من يارته يساعدها وانه من يارته كذا ويعملها يعاملها على قدر المساواه ومن يارته ما الاب ينعود لها يعطي مثلا هديه لواحد منهم ما من يارته يعطي يفرق ما بيناتهم وهذا ما اللي قاعد في الاثر عندنا معناته في مياس من الادوار يقد الاب يوخر من خلالها بالمناسبه يعود الاب ساعد في التربية خلي الصع عنك ذلج على المرأة مملي نحن نتكلم لا عن المرأة عاملة حتى المرأة العاملة مملي قلت لها بياس من هاي الأدوار وعندها الصقاع الأدوار الإضافية الأخرى بأنها أكثر ملازمة لا يتعود لهم يتنقز حق يعني تعود أكثر ملازمة لهم وتعود أكبر قدرة على توجيههم بما يتعلق مثلا بالألعاب في بلاي ستيشن هذه والله الألعاب في التلفزيون والله الإنترنت والله شيء تعود تشوف لهم ذاك اللي صالح هو اللي من يالتهم يشوفوا هاي الأدوار هذا كامل يقدر يخرج الا بالتنسيق والتفاهم وتعود عندنا اسره عامله على درجه من الوعي تخولها بانها زين بانها تعدلها زين يا استاذ محمد مبارك ثم قاع راي يقول لك انه ما بالضروره ان لين يعودوا الابوين يشتغلوا ان التركه محكوم عليهم بالفساد انه بالعكس انه قاع يشاف انه خسر تركته وكل اللي ماتهم ما يشتغلوا من ذوك اللي يشتغلوا ذي النظرة مالي إلى أي حد هي رأي في مجتمعنا وإلى أي حد ما هم عاملات والله ما عندهم مستوى ثقافي معين ما يحسوا قاع مالي هم بضرورة أنهم يقدوا يربوا تركتهم والله يقروهم به واللي فاقد الشيء لا يعطي ذي مالي نمط هون والله يوجد النوع من الأسر ما تكون يشرقون معانا ياك 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 نعود واقعيين هذه النظرة اللي قلت لي أنا عندها انا ارى على ان الاسره اللي هلها موظفين الاثنين ارى على اللي قد خسرهم خسر تركتهم هم من ذوك اللي بعد قاعد ما حاكين عنهم لا في رايك انت لا تشوفوا بالتجربه لماذا؟ لان الاسره الموظفه نحن ما ندور نحن الاستاذ يتكلم عن ابن نموذجي ايه ما هو الواقعي حق هو اللي مولي ثاني حاله نحن نروح نعالجوا العقليه اللي في مجتمعنا احنا حاله زين فعلا الاب كي قال اخذ سيدي سابنا من صار ما بعد سؤال يطلع الساعه الثامنه يطلع الثامنه في الوتر يعد ما عنده وتر صح لكن نموذج من الاباء يطلع ثاني وتر هو الاكثر قاع عن ابن نموذج بعده الى يطلع اصبح تلاميذه ويجي الاسره الثانيه اللي هي المدرسه ولا هي يؤخذ وتبدا الساعه الثانيه قد تلفنها هذا ما هو كل اب واحد فيه لا الحق ولا هو كل اب معدله لا الحق الاب قد قاعد شوي خارج حق غير الام هي اساس كل شيء وهي المربيه وهي فعلا يا لصات لما طلعت تلاميذ شر المدرسه وتجبر المعلمين الاساتذه المشرفين نعم
ونتود الساعه على هذا شنو الساعه ميد يجي يلا التلفون نتاع الاخبار شنو ويلا نتناقض الساعه الرابعه اللي تعرف تحاور هما والله قاع الى ما طلعت والله قاع الى ما طلعت قاع منها هدفه هي لا تنشتك الاطفال اللي قاع ما يحرك عنهم غياب فعلا المراه شو عملها هذا مؤثر نوعا ما على الابناء يلا عود الله اشبه وجودها معاهم في جميع الحالات من غيابها عنهم نعم من هي معي معهم قطعا من هي معي معهم معناها على ان نقدر نقول على ان الابوين اللي واحد منهم قاعد مع الابناء انهم احسن تربيه ابناء أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك منها غير مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابه أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. ولك ثرقة عن ابنه ويجي بعده إلى يطلع أصبح تعمله ويجي الأسرة الثانية اللي هي المدرسة ولا هي آخر وتبدأ الساعة الثانية قد تلبنها. هذا ما هو كل أب واحد فيه، لا الحق، ولا هو كل أب معدله، لا الحق، أب قد بقى عشان خارج حق غير الأم هي أساس كل شيء وهي المربية وهي فعلا يا لصات تم طلع التلاميذ شر المدرسة وتجبر المعلمين الأساتذة المشرفين ونتو الساعة اللي هداك شو تصاميد يلي يلا التلفن وتعرف الأخبار شنو ويلا نتنقل الساعة الرابعة يلي تعرف تحاور هما. والله قاعد إلى ما طلعت، والله قاعد إلى ما طلعت، قاعد منها هدفه هي لا تنشتك الأطفال اللي قاعد ما يحرك عنهم. غياب فعل إن المرأة شو عملها هذا مؤثر نوعا ما على الأبناء. يلا عود الله شبه وجودها معهم في جميع الحالات من غيابها عنهم. نعم من هي ما هي معهم طبعا، من هي ما هي معهم. معناها على إن نقدم نقول على إن الأبوين اللي واحد منهم قاعد مع الأبناء أنهم أحسن تربية أبنائهم من ذاك اللي واحد منهم قايم. نعم من الأبناء اللي بعضهم الأبوين زين. أولين يعود قاع فم تعارض اللي تعودية تشتغل وشغلتها هذه ولا غياب هذا الدائم، والله هو نحن هون هما عندنا شراكة الاثنين، يعود فم تعارض بينهم هما بين عملهم وتربيتهم، من الأحوط أيهم من الأسلم أنهم يقعدوا. لا نعم يقعدوا ويوفى من العمل. فأنت اللي شعور التعارض، أنت اللي شعور أنه خلق فم تعارض. إني نعود للعمل مؤثرة لتربية الأبناء احسن من يلا عن العمل يخلق تعارض فم دراسه تقول انه جيل الابناء والله جيل الشباب اللي من عند مواليد 90 وقتها كان فم تيام انفتاح سياسي وانفتاح فهمت بوتق والله ساد اهم دخل ازدهار عماله المراه ورفع ذا النوع من الشعارات المراه العامله وحقوق المراه وكذا كذا، انه للاسف بالاحصاء والله بالمعروف حالا لك الجيل اقلب مستويات الدراسيه متدنيه. انا خايف يا جليل ان عدو نتباكم على بريجي جيم على احكام المسبقه. ما يعني فهم احكام مسبقه احصاءات. اسمع خطيرة. يا خطيره دكتور خطيره سيدي. جدا خطيرة. ما فهم بعيدا عن الاحصاءات وعن الدراسات فهم الشباب مواليد التسعينات جايين علينا، كل حد يعرف ان ذيك الساعه العليات في اوج دخولهم لمجال السياسه، واحلين في السياسه واحلين طالعين، كيف ان تلات فكره عماله المراه ودخول المراه مجال العمل وذيك الشعارات كامله، كيف انه تلا يدخل الاذهان وتلا يجسد. مواليد التسعين مستوياتهم الدراسيه حالا ما هو قاع بالاحصاء بنت تعرف وانا نعرف والكل يعرف ان مستوياتهم الدراسيه اقل، ومستوياتهم الاخلاقيه حانين مستوياتهم الاخلاقيه اقل، وحضورهم ونمطهم وحتى شكل تعاملهم واسلوب خطابتهم لابويهم لاصدقائهم اكيد بعد يختلف عن الجيل الاخر. اكيد شوف جري انا خايف يتخلط علينا الشمول. نحن ما نتخلط علينا شيء، نحن ذي ظواهر لا نقولوها تو للامانه. نقر على نهايه المستوى مثلا اللي عند الناس اللي قرات على التسعينات اللي عملت المراه نعرف وانت معاها وهذا انت ما عملت مراه بعد قاعده تشتغل. ايوه شوف اذا انا ذا القيله لك ما هو ما هو بعد اني ضده غير هو واقع. واقع كونك يقول انه واقع، انا اقول انه حكم مسبق. حكم مسبق حكم مسبق. حنا نقول لك
شوفي نحن ما من يعرضنا يتخلط علينا المشاكل اللي تعاني منها منظومتنا التربوية، وللناس كامل واموري تاني كاملة قرأت على منظومتنا التربوية عندها مشاكل. ايوا عندنا منظومة أخلاقية فيها مشاكل. طبعا انت تعرف لديك حالة من الإجرام ولديك حالة من الانحرافات في مواليد التسعينات جايرات. نحن عندنا أزمة أخلاقية عند العالم كامل، عندنا أزمة أخلاقية وقرينا بها، قررت بها موريتانيا كامل من عند رئيس الجمهورية قال تحت موريتانيا فيها أزمة أخلاقية. أخلاقية وتربوية. أعتقد أن قد ناقشناها هنا في الاستديو ومعاك أنت في البرنامج، أعتقد أنك كنت أحد الضيوف. فهم أزمة أخلاقية لا امرأة فيها في موريتانيا. موريتاني عندها الصياس متشدد. ولين اعترفنا علاش ما نرجعوا على الاقل نقربوا نفوسنا ياك نعرفوا السبب ونديروا الحل. ما نعرفوا عامل الاسره انه هو العامل الاول. طبعا هاي الازمه عندها ياس من التجليات وفيها ياس من عوامل متداخله فيه. انا اللي قايل على ان نختار ما دمنا قلنا قبلنا مثلا ما نخرج عن الموضوع ما دمنا نناقشوا عامل الاسره نختار نقول لان حينما نشعر ان ثم تعارض ما بين عمل الاسره وما بين المسؤوليات التربويه ما من يرد نقول مثلا ان هذا نرجعوه مثلا لعامل الاسره ورا نوقفوا عملها لا فهم مشكله فهم بلوكاج كوميونيكاسيون نطرحوا عليه الصبع ونعالجه شنو يا كان ما من يرد تعود توقيف الاسره عن العمل ولا تبطيل العمل اللي هو العامل الاساسي في داخل الاسره مفارقه في سيدي مفارقه نشيل ذا كيفه نشيل ذا كيفه نشيل ذا كيفه قد يقعد فم صدفة وماو كامل مولي جريدة شوفي يا قير ولو فم نسبة 1% يلا يعالج وضعها نحن يا قير حاني نكمل لك الفكرة أنا معاك في ياسن اللي قلته يا قير أني نطرح نقول مثلا لين يتعارض عمل الأسرة مع التربية نوقف العمل أنا نختار ما نوقف العمل نختار نعرف أن فم مشكلة نعرف المشكلة المشكلة ما هو عمل الأسرة فم خلل خلق يا إما في التنظيم يا إما في التشاور يا إما في التنسيق يا إما في تبادل الأدوار يا إما في التكامل ونحاول نعرف ذاك السبب ونقضي عليه. أيوة. ما نقضي على رواية مصرية في ميزانية أسرة داخلها كامل جاي لنا هي أسرة ما تت مشتغلة قاعد أنت ما تت قاعدة تستمر لحق ولا ما أكيد خلاص هي الفكرة اللي بقيت فقط تفضل يا الأزمة الأخلاقية اللي سيدة هذه مع المال التسعينات كيف حددتم هو ما حددته وانا هو جيل هكذا الحال العام هو من 90 الى مارك هذا عقدين من الزمن تسعين علي لا فهمت 23 سنه السبب الازمه قلت حد يشوف جيل معين ويحكم عليه والله يعرف اغلب الاعم وفعلا اكيد فهم استثناءات نعم الازمه الاخلاقيه اللي يعيشوها جيل 90 الى تطمح برب المساله اهتمام المراه بالعمل خصوصا كان سياسي وسلطان الله راضي انتشار القنوات الاعلاميه ايه فكامل يدخل ما فيها اركاد انها كذا من قناه وهالقناه مدي مفتوحه الابوين حق ما هم حاولين ينظموا ويقنوا ذا نعم ما حاولين ينظموا القنوات والله البرامج اللي يلقوا الاطفال صحيح خلي التليفون في الطفل وخليه مفتوح نخرج يخلي حراسه النسل الثاني قضيه الهاتف ما فيه شيء حالا فوق الافطار ما عنده هاتف يتكلم به صح وعادوا هذاك العوامل الثلاثه أثرت على الطفل وهو المشكلات الأزمة الأخلاقية للطفل هاي الحقيقة هم اللي نحاول إحنا من ذي المنبر أيضا نوصوا الوكلاء نوصوا أولياء التلاميذ الآباء على أنهم يحاولوا على أنهم يقضوا على بعض البرامج الموجودة في قناة التلفزيون وعلى أنهم يحاولوا لا بعد ما قابوا بالهواتف منهم كاملين على الأقل بعد يخفوا منهم وكيف قال مالي الأخ يعدلوا الأبوين استراتيجية مع اقتصادي وتربوي في نفس الوقت زين يا استاذ سيدي بما ان تقريبا فم ما هو كاع حكم يا غير بعد فم واقع ولو انه ما هو الاغلب كاع ولو افترضنا انها لا نسبه 10 ولا 5% من جيل معين اصبح سعيد فيه الانحراف اصبح سعيد فيه ياسر من ضعف المستويات على جميع الاصعده يسوى ثقافيه يسوى تعليميه يسوى اخلاقيه يسوى كاع لا شكل ونوع الخطابه اللي خاطب به الواحد بوه واصدقائه حتى افترضني معايا لانها نسبه 1% هاي ال 1% افترضنا مع رايك غير تستاهل التوعيه ايش تبغي تقولوا نحن تقريبا في الدقائق خمس دقائق الاخيره الابوين ذو الاشخاص وياكم اللي ما تتكرر نفس الغلط للاجيال القادمه بدءا من اللي السنه ماشي اللي بيشير وان شاء الله يعدل. انا ابدا بنفسي واوصيها واوصي من خلالي مجموع الاسر العامله والمشاهدين كاملين والمواطنين كاملين لان الاسره من يعرف تعرف انها رعاه هذه الاسره الراجل والمراه كلهم راعي وكلهم مسؤول عن رعيته ويعرف انهم مسؤولين امام الله اولا عن تربيتها النشء اللي عندهم عن تربيتها والاطفال وعن السهر
على تنشئتهم مواطنين موريتانيين قادرين على الإسهام في بناء الوطن. وهذا ما هو لا يخلق إلا ما رعاوا جوانبهم التربوية بالمقام الأول، خاصة جوانبهم الأخلاقية، لأن يعني الأخلاق بدونها ما قد شيء يصلح. ولو عرفوا عنهم في إطار تنفيذهم والله إطار تعدالهم لهذه المسؤولية والله قيامهم بهذه المسؤولية اللي ملقاة عليهم أمام الله وأمام المجتمع وأمام أنفسهم، هو لأن الشخص المسؤول أمام نفسه أنهم يشعروا أنهم الشكل أولا يحاولوا أنهم يعودوا قدوة لهؤلاء الأطفال، قدوة حسنة لهؤلاء الأطفال، ويحاولوا أن يعرفوا أن نحن متباركين الرب الأطفال ندور وخذوا مواطن موريتاني ما عنده قيم والثوابت الموريتانية، ما ندور وخذوا جيل ينتمي لثقافة أخرى، ندور وخذوا جيل مشبع بالثقافة الموريتانية والقيم الموريتانية والعادات والتقاليد الحميدة الموريتانية، ونختار نخرج جيل مولي قادر على بناء الوطن ولا هو القادر عليه بسبب ما راعينا العملية التربوية كاملة، ونختارهم مولي في إطار تخطيطهم لمسطرتهم اليومية والله يوميتهم يومية الأسرة اللي عندهم يحاولوا ينظموها. ما نقاع قايل مثلا يامس الراعي في بعض وسائل الاتصال كانت ماخذة صورة رجل ثقافة أخرى بومبي يشير، شفناها. أنا ما ندور الرجل الموريتاني بومبي يشير، شكل ندور الرجل الموريتاني يطرح باله من يشير اللي عنده ويحاول على انه يساهم في تربيته قدر المستطاع. قدر هو قاعد فطني الراجل يقد يعود عامل يقدر ما هو عالم زين يقد يعود عامل يقد يعود مثلا عامل عمل ما يطلب قال علم قد قاعد الرجل ما اقرا يقال له مره قاريه يقال انت بعد ما قريت تعرف بعد يدك متفاصلين تعرف شو الصالح وتعرف اللي ما صالح حاضر توفم حضور وحاضر ويشعر مولي الطفل انه رابي فضاء فضاء اسري حق فضاء اسري حق. مداخلتك لين بقي شوي قضيه هذا مفهوم القدوه، هما ياك يرباون هم موريتانيين يتماول ذا البلد ما يتماول ثقافة مسلسلات ولا كذا، غياب قاع القدوة حتى الزوجين يشو يتزوجوا ما عندهم قدوة معين ما فهم، غياب القدوة غائب وحضور الوطن قاع حتى في المناهج التربوية غائب. هو المسلمين نشيد الوطني ما ينطرح لهم فهم نسبة قليلة هي اللي تعرفوا فهمت شفتي اكثر حفظهم هم الاناشيد دول اخرى يشوفوا في الافلام وفي المسلسلات من ذا في الاطار اللي نبقي هنا تيا توصيا نعود نجي لاخ ياك نختم تفضل سيدي. شفتي القدوه موجوده في المسلمين كان يعني قدوه واحده وعندهم شخصيه واحده مثاليه هي اللي يعطوا يتمثلوها ويسعوا للتشبه به ولين يعود الرجل الزوج الموريتاني والله الزوجه الموريتانيه تسعى اولا تحاول تقول ما هو يعود كيفته قال عملي انا مثلا التشبه باخلاق صلى الله عليه وسلم وقيم القيم الدينيه اللي وصانا بها اللي هي الطفل انا هو قدوت زين انا هو قدوت زين يا استاذ محمد مبارك عندك الكلمه تعطي توصيه ولا تعطي نصائح مثل المنبر من اجل نختمه كان الحديث وشوشون يا طير سرقنا الوقت تفضل خصوصا اللي يتعلق بقضيه المناهج التربويه وبقضيه ضروره رقابه الابوين على تعليم ابنائهم تفضل وطالب الزوج قبل ان يتزوج ان يختار زوجته من اجل ان يكون الابناء صالحين وطالب ايضا الام ان تلفت نظرها الى الابناء وطالب من اولياء الامور بكاملهم ان يعطوا عنايه خاصه للتلاميذ الذين يذهبون عندهم صباحا وعندهم الساعه الثانيه بعد الظهر كان عرف ذيك باط ست ساعات شدات من المهام. إذا عزيزاتي أعزائي لم يبقى لي في هذه الحلقة سوى أن أشكر باسمكم جميعا ضيوفي الأفاضل الأستاذ الفاضل سيدي والسيد أحمد البكاي مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة مكلف بالاتصال مرحبا بي عفوا شكرا جزيلا لك سيدي والأستاذ الفاضل محمد مبارك كل الطالب التلاميذ وهو باحث في مجال التربية شكرا جزيلا لك محمد مبارك على تلبيتك للدعوة شكري موصول لكم لاختياركم لمتابعة برنامج برنامجكم الأسبوعي شؤون أسرية لكم تحيات المنسقة مامية منت حبيب وكذا فريق العمل الذي كان بقيادة مريم تبيروك دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج شؤون أسرية برعاية